الصلاة والسلام على رسول الله. أحبابتي أخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم هذا الطبق الشهي جدا، كروفات بالصلصة أو كروفات بلا صوص أو جمبري بالصلصة الحمراء. نتمنى إن شاء الله أنه ينال إعجابكم، سهل وسريع ولذيذ جدا جدا. أنا رافقته بالأرز كما كنتم تشوفوا والبطاطا مقلية، وانتم رافقوه باللي بغيتوا. المهم هذه هي وصفتنا تاع اليوم، إذا بغيتوا تعرفوا كيفاش درتها تابعوني. وصفتنا تاع اليوم نحتاجوا لها طبعا الى لي كروفيت كما كنتم تشوفوا هنا. عندي الحجم الصغير منقيه مغسوله ما شاء الله عليها. نحتاج معها الى ربطه صغيره من القزبر والمعدنوس، نحتاج الى راس من الثوم يكون محكوك، 3 ورقات من الرند، نصف ملعقه كبيره من الطماطم معلبه، بابريكا حاره، بابريكا حلوه، فلفل اسود والكمون، وطبعا الى الملح وزيت الزيتون. ونمر مباشره لطريقه التحضير. مقلات هكا نحطوا زيت الزيتون او في طاجين ولا كما تبغوا نتوما. انا حطيت شويه تاع زيت الزيتون ونحط لي كروفات تاعي هكا. هاد الكروفات الحجم الصغير هذا يجي رائع بالصلصه. ونحط معاه هذيك الربطه تاع قزبر ومعدنوس ونخليهم يتقلاو واحد شويه. الله تقلات، الله يبارك. هذه توجد بسرعه بسرعه، ماشي اللي تخلوها حتى تولي كيما الكاوتشو. وكنزيدو لها الراس تاع الثوم وريقه تاع الرن، ونزيدو الطماطم والتوابل، نحطو الكل هكا، ونحط الملح. الملح ونخليهم يتقلاو واحد شويه فقط ونمرق. نتقلاو عندي واحد زوج دقائق، نجي الماء ساخن ونمرق هكذا، ونخليها تغلي واحد 3 دقائق اخرى، واحد 3 دقائق حتى نشوفوا لاصوص عقدت شويه. دائما على نار مرتفعه هكا، على نار قويه، ونخليها طيب ونتلاقوا ونشوفوا في صحن التقديم. كانت هذه هي وصفتنا لليوم، كروفات بالصلصه كما كنتم تشوفوا. رافقتها بالارز عادي، ارز مفور، درته بشويه تاع الزعفران ودرته كيما هكا، وشويه تاع البطاطا المقليه. اذا كان هذه هي بابسط طريقه، باسهل طريقه واسرع وصفه للكروفات بلاصوص. نتمنى ان شاء الله انها تنال اعجابكم، وان شاء الله تعتمدوها وتجربوها لانها حقا لذيذه. يمكن انا درت بالكروفات الطريه لا كروفات فريش، وانتم تنجموا ديروها بالمجمده ايضا لملا. اذا كانت هذه هي وصفتنا اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تنال اعجابكم. ما تنسونيش باقتراحاتكم في التعليقات، وقولوا لي واش راكم باغيين نطيب لكم المره الجايه، ولا واش راكم باغيين وصفه او حلوه او اي حاجه. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونلبيها لكم. اللي اول مره يشاهدوني مرحبا بكم معايا، واللي اشتركوا جدد معايا ثاني اهلا وسهلا بكم. ما تنساوش لي مازال ما اشتركوش معايا يشتركوا ويضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله. والسلام عليكم. سلام.